طبعا هذا الموضوع متفجر، وإذا كان هناك من يريد أن يقود الأمور إلى موقع الانفجار فهذا سيحصل، بمعنى أنه إذا كان هناك أطراف تعتقد أن بإمكانها أن تستدعي مجددا النظام السوري إلى لبنان بنفس الشروط السابقة على قاعدة أن لبنان يجب أن يكون بوابة لهذا النظام، فهذا الأمر سيخلق شرخا كبيرا أولا بين اللبنانيين، ثانيا بين القوى السياسية. نتمنى أن لا يحصل هذا الأمر، ولكن أعتقد بأنه الجميع يتهيب هكذا اندفاعا لما قد تخلقه من شروخ داخلية. كل مع إعادة النازحين السوريين إلى سوريا، ولكن السؤال المطروح هل النظام يريد عودة النازحين إلى سوريا؟ الرهان على النظام وهم. النظام يريد عودة عناصر منتقات من قبل النظام السوري تخضع له سياسيا لتأمين حشد شعبي للانتخابات المزورة سلفا التي سيجريها، لذلك الرهان على النظام السوري رهان وهم. هناك إمكانية متاحة عبر الجانب الروسي الذي يملك إمكانية التأثير على النظام السوري، على ذلك أعتقد أن بعض القوى كانت واضحة على طاولة مجلس وزراء بأنها تريد العودة إلى المجلس الأعلى اللبناني السوري إلى النمط السابق البائد من العلاقات اللبنانية السورية، وهذا نعم عنصر تفجير كبير للوضع الداخلي. هل صحيح ما قيل عن موضوع التزام من الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي بتوطين هؤلاء النازحين إلى فترة طويلة من الزمن لا تقل عن 10 سنوات؟ هذا تخوين وهذه مزايدة، وأنا هنا أسأل سؤال، هل تملك الدولة اللبنانية معطيات حقيقية عما حصل لبعض النازحين الذين تمت إعادتهم من لبنان؟ هل صحيح ومعلوماتنا تقول ذلك أن الرجال بعض الرجال أو قسم كبير من الرجال الذين يعيدوا بموجب بعض المبادرات اللبنانية إلى سوريا تم أخذهم جانبا وتم إعدامهم؟ لماذا أحرق النظام السجل العدلي في حمص؟ لماذا أحرق سجل النفوس في حمص؟ لماذا أحرق سجل الأراضي في حمص؟ لماذا أصدر القانون رقم 10؟ لماذا أصدر القانون رقم 16؟ الوزير جبران باسيل قال بهيدا الموضوع أنه ما توجه على بروكسل لأنه هيدا الأموال لتوطين هؤلاء بلبنان. هل هيدا الموضوع هذا تخوين لرئيس الحكومة مرفوض، وهذا تخوين للوفد الذي ذهب مرفوض وغير مقبول. ما حدا راكض وراء الأموال، الكل يريد عودة النازحين وأولهم رئيس الحكومة.